أنا سبق قلت لإخواني الذين ابتلاهم الله بالوسوسة في الصلاة أو في الوضوء أنه أولا نسأل الله أن يرفع عنهم وأن يعينهم وأن يخزي شيطانهم وأن يقويهم على ترك أو على التخلص من هذا البلاء. الأمر الثاني أنا أقول لإخواني أنه من أنفع الطرق في هذه القضية أن تأخذ العهد والميثاق على نفسك بعدم إعادة الوضوء والصلاة بالنسبة لمن عنده وسواس ولو تيقنت الخطأ، لأن تيقن الخطأ عنده هو في الواقع دائما، وسواء كان دائما أو أحيانا، المهم أنه يأخذ على نفسه عهدا وميثاقا ألا يعيد الوضوء والصلاة ولو تيقن النقص. فإذا انتهى من الوضوء وقيل له أنه باقي المضمضة باقي غسل اليد لا يلتفت ولو تيقن أن هذا موجود. كذلك الصلاة إذا قال لم تكبر لم تركع لم تقرأ نفس الشيء، يصلي صلاة واحدة. وأنا أقول للأخت الكريمة السائلة أنه بعض الناس تواصل معي وأخبرته بهذه الطريقة واتصل بعد فترة وقال ولله الحمد ارتحت وشفيت، فإذا إذا توضأت أو صليت مرة واحدة خذها قاعدة وخذها قاعدة مرة واحدة بدون إعادة مطلقا. بهذه الطريقة إذا استمريت على هذا الأمر ستجد في أول 5 أيام صعوبة شديدة. صحيح. ثم بعد ذلك يهون الأمر إلى أن تذهب عنك وساوس الشيطان وتشفى. أمر أخير أقول ثقة تامة أن الذي يملك رفع هذا البلاء عنك هو الله سبحانه، والله على كل شيء قدير. ولو سجد الإنسان مخلصا منيبا مقبلا وسأل ربه أن يشفيه ويعافيه من أعظم داء لا شفاه سبحانه وتعالى بفضله، أنهم إذا سجدوا ألحوا بالدعاء وليبشروا إن شاء الله بالخير والفلاح. نعم الحمد لله، أحسن عليكم شيخنا.